رسومات بتتكلم بتقول احلى حكايات نفهم ونتعلم من جوه الايقونات. ايقونتنا النهارده هتحكي لنا عن بطل فارس وشجاع، هو القديس فيلوباتير ماركوريوس الشهيد ابو سيفين. هنشوف في الايقونه ابو سيفين لابس لبس الجنود، لابس لبس ابيض اشاره لطهارته، ولبسه فيه اصفر زي الذهب النقي لان ابو سيفين قديس طاهر ونقي. وكمان شايفين الشال الاحمر اللي على كتفه، ده لون بيلبسوه الملوك، وابو سيفين كان قائد كبير في الجيش. وكمان راكب على حصان اسود جميل لانه كان فارس وجندي قائد شجاع في الجيش زي بابا. وهنشوف في ايقونتنا رئيس الملايكة ميخائيل شفيع القديس فيلوباتير. ربنا بعته للقديس فيلوباتير لما كان داخل حرب، شجعه وقواه واداله سيف يغلب بيه اعدائه. وزي ما احنا شايفين في الايقونة قدسنا ماسك سيفين، سيف بتاعه لانه جندي، والسيف التاني اللي ادهوله الملاك، علشان كده بنسمي قدسنا القديس ابو سيفين. وفي الايقونة هالة من النور حوالين راس القديس ابو سيفين لانه قديس وشهيد ونور لكل اللي حواليه، دافع عن ايمانه قدام كل الناس وقدام الوالي، وربنا ظهر له وشجعه وقواه، وبعدها اخذ اكليل الشهادة. هنشوف في ايقونتنا كمان قديس واقف، ده بقى القديس باسيليوس. كان بيحب القديس ابو سيفين وكان دايما بيتشفع بيه ان ربنا ينقذ الكنيسة وشعبها من الامبراطور يوليانوس الشرير، وربنا استجاب له. علشان كده هنشوف في الايقونة الامبراطور يوليانوس الشرير وهو واقع تحت حصان القديس ابو سيفين، لان ربنا بعت القديس ابو سيفين وانقذ الكنيسة والقديس باسيليوس من شر الامبراطور يوليانوس. هي دي حكاية ايقونة القديس فيلوباتير ماركوريوس الشهيد ابو سيفين. تعالوا نقف قدامها ونقول له يا قديس ابو سيفين، صل ربنا يسوع المسيح علشان يغفر لينا كل خطايانا. رسومات بتتكلم بتقول احلى حكايات نفهم ونتعلم.